كما تم التخلي عنها لتواجه مصيرها قبل 7 سنوات وتركها لقمة سائغة لإرهابي تنظيم داعش ليمارس فيها أبشع أنواع الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية. تتعرض منطقة سنجار هذه الأيام لهجمات من قبل النظام التركي، فيما تقتصر ردود أفعال الحكومة العراقية على التصريحات والتنديدات في غياب أي تحرك جدي عسكريا أو سياسيا باتجاه تدويل القضية. وتعد منطقة سنجار الموطن الأصلي للإيزيديين الذين تعرضوا عبر التاريخ لعشرات المجازر وحروب الإبادة التي كان آخرها على يد تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، عندما اجتاح عناصره المنطقة فيما انسحبت قوات البشمركة منها دون قتال ليتركوا المدنيين العزل يواجهون مصيرهم. وفي عام 2015 تم تحرير سنجار من داعش، لكن المنطقة لم تهنأ بالأمان والاستقرار المطلوبين من أجل عودة سكانها النازحين لأسباب عديدة، منها هجمات النظام التركي المتكررة على المدنيين، إذ تتحجج أنقرة باتفاقيات أبرمت مع النظام العراقي السابق عام 1995 والتي تسمح بتوغل الجيش التركي في الأراضي العراقية لمسافة محدودة، رغم أن هذه الاتفاقية لم تجدد ولم تودع نسخة منها لدى الأمم المتحدة بحسب مسؤولين عراقيين. لم تقدم السلطات التركية حتى الآن مبررا مقبولا لا على مستوى الثنائي بين العراق وتركيا ولا على المستوى العالمي، أنها تتعكز على اتفاقية مزعومة بين تركيا ونظام صدام حسين بالترخيص لها بالتمدد إلى 15 كيلومتر في الأراضي العراقية، لكن هذه الاتفاقية التي ينبغي أن تجدد وأن تراجع من قبل الطرفين مضى عليها 20 عاما. النظام التركي خلال السنوات الأخيرة أقدم على إنشاء عشرات القواعد العسكرية في إقليم كردستان وخارجها خدمة لأهدافه التوسعية، معولا على ضعف الحكومة العراقية ومتذرعا بالاتفاقية المذكورة. الحكومات العراقية المتعاقبة من جانبها لم تتحرك لإلغاء هذه الاتفاقية، كما أن ردود أفعالها على الهجمات التركية تقتصر غالبا على التنديد، الأمر الذي يعتبره محللون تواطؤا. وبحسب مراقبين فإن على الحكومة العراقية أن تكون حازمة أكثر لوقف هجمات النظام التركي على الأراضي العراقية عامة وعلى قضاء سنجار بالتحديد، بما يشمل تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بخصوص ذلك وممارسة مزيد من الضغط في المجالين الدبلوماسي والاقتصادي. على الحكومة العراقية أن تتحرك على وجه السرعة من أجل احتواء هذه الاعتداءات وتقديم تفسيرات لسكوتها ولصمتها ولما يعتبر تواطؤا مع الوجود العسكري التركي على الأراضي العراقية. للحكومة العراقية الحق في التحرك على المستوى الدولي، أنها يمكن أن تقدم شكوى إلى الأمم المتحدة باعتبار تركيا عضو في هذه في المجتمع الدولي. ويبقى جبل سنجار الصديق الوفي للإيزيديين وملجأهم الذي لا غنى لهم عنه في ظل تخاذل حكومتي بغداد وأربيل عن حمايتهم وغياب أي رد فعل دولي على اعتداءات النظام التركي التي يمكن اعتبارها استمرارا لحرب الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين.